بتعليمات من السيد عامل إقليم الخميسات، وكذلك بتعاون مع السيد رئيس وأعضاء مجلس الجماعي للمعزيز، تم ابتداء الاشتغال في المركز الصحي الجديد الذي شيد حديثا. وهذا المركز من شأنه أن يعطي خدمات بالجودة المطلوبة وبالحجم الكافي لهذه الساكنة، وقد تم كذلك تزويده بمعدات بيوطبية وكذلك بموارد بشرية من ممرضين وطبيبة. تابوناو في لاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.